في ناس كتير مننا بتعتقد ان التسليه الاولى لجموع المصريين واللعبه الشعبيه الاولى هي كره القدم، وهو الحقيقي ان ده جزء من الحقيقه في التشجيع طبعا، لكن الحقيقه بقى ان اللعبه الشعبيه اللي بجد بيمارسها معظم المصريين وبيشجعوها سواء بقى بشكل مباشر او تشجيع كده من بعيد وهم قاعدين على القهوه، اكيد فهمتوا قصدي، هما لعبتين الاشهر واللي جيل بيسلم جيل فيهم، الدومينو والطاوله. الخبر اللي معانا ده خبر لذيذ جدا لانه يخص الدومينو والطاوله بس بشكل بقى اكثر رسميه. الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، وبالمناسبه الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه في حد ذاته خبر جميل اننا نعرف ان في اتحاد لخمس لعبات ثانيه شعبيه برضو، لكن الاتحاد اطلق بطوله الجمهوريه الاولى في الدومينو الامريكاني. البطولة أطلقت فعلا على مدار يومين في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، والبطولة مؤهلة لبطولة العالم في الدومينو. بطولة العالم موجودة أو مقامة في جمهورية الدومينيكان في شهر أكتوبر اللي جاي. الخبر لذيذ ولطيف بشكل مشجع لأن عايزين نشوف أبطال جداد بقى في الدومينو. وإحنا بنتكلم عن اتحاد الألعاب الترفيهية، ناس كتير منها ما كانتش تعرفه، أنا شخصيا ما كنتش أعرف، بس لما قرينا وفهمنا كده أنه الاتحاد بيضم خمس ألعاب، هي الدومينو، الطاولة، الكيرف بول. الكيرف بول دي لعبة هولندية كده شبه كرة السلة لكن لذيذة مش مشهورة قوي، والليدو والفود فولي. دي خمس لعبات مهمة جدا موجودة في الاتحاد الدولي للألعاب الترفيع. أول ما بتيجي سيرة الألعاب دي أصلا الواحد بيبتسم، ما عرفش ليه. احنا مبسوطين ان معانا استاذ احمد البكري رئيس الاتحاد او رئيس اتحاد الالعاب الترفيهيه. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذه دينا، وانا سعيد بتواجدي على القناه الاولى وتواجدي مع حضرتك. احنا اللي متشرفين، ومتشرفين ان احنا نعرف انه في حاجه او كيان موجود اسمه اتحاد الالعاب الترفيهيه. في البدايه كلمنا عنه وبدايته ومجالات اشرافكم على العاب شبه دي، تبدو انها العاب ترفيهية بتقام بشكل فردي كده في أماكن خاصة يعني، فاحكي لي إزاي بتيجي الزبطة دي والتواجد. هو الاتحاد بدأ في شهر ديسمبر 2020 بقرار من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كان هدف دكتور أشرف في الأول إن الاتحاد يضم جميع الألعاب اللي تمارسها كل جميع أفراد الأسرة، وسهلة وكمان ألعاب سهلة موجودة منتشرة في مصر يعني. الاتحاد ابتدى بالطاوله والدومينو والفوت بولي والكوف بول. ابتدينا الاول ان احنا ابتدينا خاطبنا الاتحادات الدوليه عشان نبتدي ننضم ليها، لان احنا اكتشفنا ان كل الالعاب دي ليها اتحادات دوليه وبتنظم بطولات عالم. خاطبنا الاتحادات الدوليه وجبنا الرولز بتاعتهم والقوانين، حاولنا نترجمها وقدرنا نترجمها الحمد لله، وكمان حاولنا ان احنا نخليها مبسطه شويه عشان الالعاب دي بتمارس في مصر اصلا. يعني الشعب المصري ليها عادات. وكان الهدف الاول ان احنا نجزء الالعاب زي الطاوله والدومينو، طبعا بتمارس في اجواء غير صحيه، بتمارس في القهوه يعني، ليه اجواء غير صحيه؟ يعني عشان بيبقى في ساعات شيشه، في يعني قصدي شيشه سجاير. فكان هدفنا ان احنا نجذب الناس ان هي تمارسها في الهيئات الشبابيه والرياضيه اللي تبع وزاره الشباب. اقول لك بقى خبر حلو يا استاذ احمد، سوري على قطع كلامك، لما الشيشه اتمنعت في الكافيهات لقيت او لاحظت كده بنظره سريعه انه الدومين والطاوله رجعوا لمصاف الحاجات اللذيذه اللي الناس بتسلى بيها في القهوه اكتر. بالظبط صح، ده فعلا انت عايز الناس تمارسهم في بيئه امنه يعني من غير تدخين يعني. بالظبط كده. حلو. بالظبط. فاحنا اطلقنا الاول بطوله، عملنا بطوله طاوله كانت في البحيره. شارك فيها حوالي 64. دي كانت بطوله تنشيطيه. وبعد كده عملنا بطوله الضمن اللي هي اللي فاتت دي، كانت في مركز التنميه الشبابيه. حضر فيها حوالي 120 لعيب. هي الميزه كمان في الالعاب دي ان انت ممكن تمارسها كذوي الهمم، كاسوياء، كرجال، كسيدات. وعملنا قبليها برضه في رمضان كنا عاملين سلسله بطولات في نادي النادي اللي تبع وزاره الشباب والرياضه. وكان منها بطوله فوت بولي، الفوت بولي كان فيها قصاف قامه وسم وبكر وكان فيها ميكس. لا انا عايز اسالك بس على الدومينو، انه انت عملت بطولات متعدده في مجموعه من المحافظات. بالضبط. هل اللي شارك بقى في البطولات دي ناس هو يعني كل واحد شايف في نفسه انه بيلعب ولعيب في اللعبه دي جه قدر يشارك في البطوله، والتصفيات دي خرجت لنا مين يعني؟ هل عندك دلوقتي حد بطل يقدر يشارك في البطولات الدوليه؟ احنا طبعا عملنا تصفيات الاول، وبعد كده وصل لحد الدور 16 لعيب. عملنا بينهم مباريات تنافسيه. وصل احسن اربعه.
وفي احسن ترتبه من الاول للرابع. الاول كان اسمه محمد طلعت، ده خد اول جمهوريه. حلو قوي. الاربعه دولت احنا هنعملهم زي معسكر اعداد لبطوله العالم القادمه في الدومينيكان، واحنا كمان بندعو لرئيس الاتحاد الدولي ان هو هيجي مصر عشان يبتدي يعلمهم على القوانين بتاعت بطوله العالم. حلو قوي، حلو قوي. يعني ده اسفر عن ان احنا خرجنا ناس، الناس دول بقى كانوا بيلعبوا اصلا على سبيل الهوايه اكيد. طبعا كلهم كانوا بيلعبوا على سبيل الهوايه في القهوه، بيلعبوا مع اصحابهم يعني في اماكن متعدده. دي حاجه لطيفه جدا، واعتقد انك عندك حكايات اكتر. يمكن في مره بقى لازم تنورنا في البرنامج، لانك لازم تقول لنا حكايات تحول الشخص من انه بيعمل حاجه لانبساطه الشخصي ولتسليته الشخصيه لانها تبقى لعبه واحتراف. ده تحول مهم جدا. يا رب. احنا كمان الميزه ان احنا الفتره الجايه دكتور اشرف صبح وجه ان احنا نبتدي نقرب للناس في الاماكن بتاعتها. فاحنا هنطلق سلسله اسمها تحدي نفسك. حلو. هتكون في المولات وفي الاماكن العامه. الله. هنعمل زي ملاعب متنقله للناس. أيوة. ان انت تخش تشارك وممكن توصل وتبقى بطل مصر وتشارك في بطولات العالم للالعاب دي كلها. طيب بص بقى يا استاذ احمد، بما انك جبت سيره دكتور اشرف صبحي وان احنا نروح المولات الله يخليكم، خدوا اماكن تحت الكباري. احنا شايفين تحت الكباري في انشطه كتير جدا، خدوا اماكن بقى واعملوا العاب ترفيهيه وخلوا اللعب الحلوه البسيطه دي تنتشر وتبقى نشاط الناس تروح له. باذن الله ان شاء الله. احنا كمان عندنا بطوله الصحفيين يوم 3/9 مع النقابه. وطبعا يسعدني ان حضرتك تكوني موجوده. دي هتبقى في الطاوله والدومنه والفوت فولي. انا تلاقيني في الفوت فولي. خلاص هاجي معاك. طب خلاص خلاص اوكي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ احمد البكري رئيس اتحاد الالعاب الترفيهيه. قدم يعني يمكن يكون بره الموضوع، لكن قدم بساطنا بحاجه حلوه وعظيمه كده زي مهرجان القلعه، لانه جعل الفن والثقافه والغنى قريب من الناس وبسيط وسهل وفي متناول الناس ورخيص. يعني مش قادره اقول رخيص لانه، بس خليني اقول متاح، لان الفن هيفضل غالي حتى لو كانت التذكره ببلاش. قد ما احنا بننبسط بحاجات شبه الالعاب الغير تقليديه البسيطه اللي مش محتاجه يعني انه حد يصرف كذا او 1000 جنيه في الشهر عشان يودي ابنه تمرين، ولا يدفع كام عشان يشترك لنفسه لاولاده في نادي. اتاحه اللعب والفن والانبساط في مصر صدقوني هتفرق في الحاله العامه لكل الناس مهما كانت الحاله الاقتصاديه، لكن اتاحه نشاطات تانيه بيفرق كتير.